يكون في الدرس الثاني ديالنا لا سيونس بريسيدونت شفنا شنو هي الشركه. اليوم غادي نحاولوا نهضروا اكثر على لاكتيفيتي دو لونتربريز. اذا كانوا نسمعوا لاكتيفيتي دو لونتربريز يعني نشاط الشركه. سؤال كما ديما تعودنا غادي نطرح لكم سؤال في نظركم شنو هي الانشطه اللي ممكن تمارسها شركه. حاولوا تاخذوا واحد دقيقة ولا جوج وتكتبوا في ورقة الأنشطة اللي ممكن تمارسها الشركة ومن بعد نشوفوا الأجوبة مع بعض. إذا بالنسبة للأكتيفيتي أو للأنشطة ديال الشركة، الشركة ممكن تمارس عدة أنواع من الأنشطة. ممكن نقولوا كاين أنشطة شركات عندها نشاط فلاحي، كاين شركات عندها نشاط صناعي، كاين شركات عندها نشاط ارتيزانال يعني المهن الحرة ديال الارتيزانة أو المهن اليدوية، وكاين شركات التجارية وكاين شركات الخدمات. اون جينيرال في الناحية من في الاقتصاد كنقسمو لي سيكتور داكتيفيتي كنقسموهم ثلاثة أنواع، كاين لو سيكتور بريمير، لو سيكتور سكوندير، و لو سيكتور تيرسيير. شنو هو لو سيكتور بريمير او لا القطاع الاولي؟ القطاع الاولي هو كل ما يتعلق بالمواد الاوليه، يعني اللي كنخدموا في الفلاحه او لا في المناجم او في الغابات، الحاجات اللي كنخدموا فريمون في الاطار ديال المواد الاوليه كنسميوها القطاع الاولي او لا لو سيكتور بريمير. اذا لو سيكتور مثلا اغريكول il fait partie من لو سيكتور بريمير. لو سيكتور سكوندير هو متشكل من جميع انواع الصناعات، يعني مثلا الصناعات الغذائيه، الصناعات الميكانيكيه، البتروكيماويه، غير ذلك العمليه اللي كتكون فيها التصنيع كتسمى اندستريال. حتى مثلا ملي كنقولوا ارتيزانال يعني المهن اليدويه اللي كان مثلا نجاره ولا شي حاجه كتدخل في اطار ديال الاندستريال، يعني كنحول واحد الماده خام كندوزها فواحد البروسيسوس وكتعطيني واحد المنتج المصنع. اذا هذا هو القطاع الثاني اللي هو القطاع او لو سيكتور سيكوندير. لو سيكتور تيرسيير هو قطاع الخدمات بصفه عامه، مثلا الابناك، التامين، لو ترونسبور الى ما غير ذلك، هذه كتسمى قطاع ديال الخدمات. وهذه الحاله هذا كيتسمى لو سيكتور تيرسيير. اذا كما شفنا الشركه ممكن تكون عندها انشطه متعدده او ممكن يكون عندها نشاط رئيسي وانشطه ثانويه. ما الان ملي فهمنا نوع الانشطه، السؤال كيطرح نفسه هو او الشركه مع من كتعامل. حنا عرفنا النشاط ديالها، عرفنا شنو هي الشركه، شنو هما لي ديفيرونس انترفونون اللي كتعامل معهم الشركه، او شنو هما الشركه محتاجه انها تتعامل مع من، شكون الناس اللي محتاجه تتعامل معهم الشركه. حاولوا تفكروا واحد دقيقه ولا جوج ونشوفوا الاجوبه مع بعض. اذا الشركه ممكن نقولوا انها كتعامل بصفتها انها كتيفولي دون ان انفيرونمون، يعني ما كتخدمش بوحدها ايزولي منعزله على العالم، هي مجبره انها تشتغل في واحد الاطار اللي فيه المجتمع. اذا هي مع من كتعامل من ناحيه اول او من واحد من اهم الناس اللي كتعامل معهم هما لي كليون، يعني الزبناء ديالها. هاد الزبناء عندهم توقعات من هذيك الشركه ومن المنتجات ديالها، كيتسناو يشوفوا الثمن ديالها، كيشوفوا واش هاد الشركه كتوجد لي برودوي في الوقت المناسب، واش لا كاليتي ديالهم مزيانه الى غير ذلك. من غير لي كليون عندها بيان سور تعامل مع البيرسونيل، الناس اللي خدامين في الشركه، يعني الشركه خاصها تعرف شنو هما لي سالير او لا الاجره اللي غادي تعطي لهذوك الناس اللي خدامين عندها، شنو هي لي كونديسيون دو ترافاي، كيفاش غادي تكون اوقات العمل، كيفاش غادي يكون التعامل في الشركه الى ما غير ذلك. عندنا كذلك لي زاكسيونير او المساهمين اللي مساهمين في راس المال. هاد لي زاكسيونير هذوك الناس عطاو فلوسهم باش اسسوا الشركه، والشركه كتكون العلاقه الاساسيه ديالها معهم انهم كيتسناو واحد النتائج ماديه. عندنا من غير لي زاكسيونير عندنا كذلك لي فورنيسور او الموردين، يعني الشركه ما يمكنش
قليل باش تكون انها تخدم اون اوتونومي اون بلين اوتونومي، يعني ضروري انها تشري شي حاجات من شركات اخرين من الموردين وتتعامل مع موردين باش تقدر تنتج لي برودوي ديالها. دونك كيفاش غادي تعمل هي هاد العلاقات وهاد لي بارتناريا مع هاد الموردين باش تحصل على المواد المزيانة وبأسعار مزيانة وفي الوقت المناسب. وأخيرا كاين المجتمع، الشركة عندها تأثير على المجتمع، إذا واش كتحترم البيئة، واش كتحترم القوانين، واش كتحترم المبادئ ديال المجتمع. إذا هذه حاجات أولا هادو دي بوان إسونسيال الشركة كتعامل معهم. في هذا الإطار الشركة محتاجة لأنها يكون عندها طريقة لتسيير هذه العلاقات مع هاد لي ديفيرونس انترفينون، يعني خاصها تعرف كيفاش تتعامل مع لي كليون، خاصها تعرف كيفاش تتعامل مع سون بيرسونيل، مع لي فورنيسور اكسيتيرا. على هذا الشيء الشركة كتلقاها في الداخل ديالها منظمة أولا عندها دي فونكسيون، إلا كانت شركة كبيرة كيقدروا يكون عندها سيرفيس ولا ديبارتمون، يعني كتلقى كل قسم مكلف بواحد الشيء معين. مثلا قسم الموارد البشريه مكلف بالخصوص انه يسير العلاقه ديال الشركه مع الناس اللي كتشتغل في الشركه. ملي كنهضروا على القطاع او لا على القسم التجاري عنده علاقه مع الزبناء، ملي كنهضروا مع على لابروفيزيونمون كنهضروا على علاقه مع لي فورنيسور، يعني نهضروا على لو دومين فينانسي او لو سيرفيس فينانسي عنده واحد النوع ديال العلاقه مع لي اكسيونير، يعني هو اللي غادي يخرج لي بيلون، يخرج لي ريزولتا اللي غادي يعطيهم كي با سوميتر لهذوك لي اكسيونير اكسيتيرا. دونك الشركه نتيجه لهاد التعاملات ديالها محتاجه انها تكون اورغانيزي وبطريقه فيها اقسام، كل قسم مكلف باشياء معينه. طبعا الا كانت شركه صغيره ماشي بالضروره يكون عندي قسم، ولكن عندي مثلا شخص كيتكلف بتوسكي كونتابيليتي وفي نفس الوقت بلي سالير، يعني كيقدر هذيك الساعه كيتجمعوا بليزيور فونكسيون عند واحد الشخص معين. ولكن هذيك لي فونكسيون اولا هذيك الفيت انهم مجموعين ما كينفيش انهم موجودين، حتى ولو موجودين بطريقه منظمه وكبيره ولكن راه موجودين محتاجينهم. الشركه ضروري انها محتاجه تخلص لي سالير، ضروري انها محتاجه تتعامل مع وتبيع، يعني يكون عندها ان كوتي كوميرسيال، ضروري تتعامل مع موردين اكسيتيرا. اذا دابا فهمنا هاد الشركه ولي فونكسيون ديالها. اذا ممكن الان ندخلوا اننا نبداو نكونساكريو لي كور ديالنا لهاد لي فونكسيون، ولا فونكسيون الاولى اللي غنبداو بها اللي هي فونكسيون مهمه جدا هي لا فونكسيون كوميرسيال. يعني حنا قلنا لي كليون هو اول حاجه، الزبون هو اول حاجه، كيقول لك بالان ادفيرب لو كليون هو الزبون هو ملك. اذا غادي نقراو ولا غادي نشوفو في لي كور كيفاش ممكن ان التعامل التجاري ديالنا يكون ماكسيميزي مع الزبناء ديالنا، كيفاش ممكن نتعاملوا بطريقه اننا نخليو الزبون مرتبط بالشركه ديالنا وكيشري من عندنا ما كيشريش من عند غيرنا. نتلاقاو في الحلقه القادمه وفي بدايه لابروش كوميرسيال دو لونتربريز. ميرسي، على لا بروشين.